السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تتجدد التحية بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم عبر قناة سبورت من تلفزيون دولة الكويت، ويسعدنا أن نلقاكم مرة أخرى في برنامجكم اليومي ما بين السطور، حيث المواضيع المتنوعة الخاصة بالصحف الصادرة لهذا اليوم. فأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة. وبداية وقبل الدخول في صحافتنا المحلية، دعونا نتوقف قليلا مع أبرز العناوين. نبدأ مع الأنباء التي عنونت القادسية والكويت مواجهة من العيار الثقيل. ومن الأنباء إلى الجريدة، مارين الفوز في السوبر لا يميز الأصفر. وفي السياسة، التضامن يفتقد سار ألكسندر أمام العربي. وأخيرا مع القبس، السالمية يستعي لقهيدي قبل مواجهة الفحيحين. حياكم الله من جديد مشاهدينا. وقبل التعمق أكثر في صحفنا المحلية، سيكون معنا في الاستديو الإعلام الرياضي الأستاذ ماجد المهندي للتعليق على بعض الأخبار الواردة لهذا اليوم في الصحف الرياضية المحلية. حياك الله أخوي ماجد معنا، وسعداء بالتأكيد بهذا التواصل معك فيما بين السطور. أنا أسعد أخوي عبد العزيز، أمسي عليكم ومسي على السادة المشاهدين، بدها تكون حلقة مميزة ونهاية أسبوع جميلة ومثيرة بنفس الوقت بلقاء القادسية. إن شاء الله بالتأكيد بتكون مميزة من خلال تعليقك وتحليلك على الأخبار الرياضية الصادرة لهذا اليوم في الصحف المحلية. ونبدأ جولتنا المحلية مشاهدينا مع أبرز ما طلعتنا به جريدة الأنباء. القادسية والكويت مواجهة من العيار الثقيل. تنتظر الجماهير الليلة مباراة من الوزن الثقيل تجمع الكويت 16 نقطة مع القادسية 13 نقطة على استاد صباح السالم، واللذين اعتادا على تبادل الفوز في المواسم السابقة، وذلك في انطلاق الجولة السابعة من دوري فيفا. ولا تحتاج مباراة مثل هذه إلى التذكير بأهميتها في المحافظة على الصدارة، حيث أن فوز الأبيض سيعزز صدارته، وفوز الأصفر سيقفز به إلى الصدارة المشتركة في حال تعثر السالمية. لذلك تنتظر الجماهير مباراة لن تنتهي بلا أهداف كعادتهما دائما. ونرجع مع الأستاذ ماجد المهندي رئيس تحرير جريدة الرياضي الإلكترونية. نتكلم بداية عن مواجهة أو قمة مواجهات الجولة السابعة ما بين القادسية والكويت أو الكويت والقادسية، رأيك وانطباعك عن هذا اللقاء؟ نتكلم عن فريقين، قمة الكرة الكويتية من 2003 تزعم الكرة الكويتية، تبادل السيطرة على أغلب البطولات من سنة 2003 حتى يومنا هذا. نعم. أعتقد يضمون كوكب مميز من النجوم. مواجهة السوبر أعطت مؤشر أن القادسية قادم في قوة الموسم هذا. نعم. لكسر احتكار الكويت البطولة الدوري خلال الموسمين الماضيين. أعتقد أن القادسية ضمن نجوم، الكويتية ضمن نجوم. فوز القادسية اليوم مطلب لكل الأندية باستثناء محبي العميد. السالمية إذا فاز يتصدر، العربية كاظمة، الكل يقرب. أعتقد الكويت اليوم يواجه الأندية وليس يواجه القادسية بالأمنيات طبعا. نعم. ولكن فنيا أمام القادسية يواجه فريق قوي، فيواجه فريق إن لم يكن قرار لجنة المسابقات لو لم يكن كان شريك في الصدارة معه. الفريقين أعتقد أنهم الوجه المشرق حاليا للكرة الكويتية، يضمان نجوم. بعد رفع الإيقاف أعتقد أتمنى من الجماهير تحضر المباراة، تقديم مستوى مميز، حث النجوم، وحتى أمام الدول الأخرى بأن الكويت قادرة على تنظيم أكبر دوري، مباراة مميزة. نعم. نتمنى أن تطور مستوانا الدوري لا نقل عن الدول الأخرى، مباراة جميلة جدا نتوقعها اليوم، أتمنى أن الجماهير تحضر. مواجهة أعتقد لا تقبل القسمة على اثنين، مواجهة السوبر لها التأثير الكبير على المباراة هذه. نعم نعم، نشاركك هذه الأمانة. بالتأكيد دائما ما تكون مواجهة القادسية والكويت في السنوات العشر الأخيرة دائما ما يعني تحفى بالندية والإثارة. خلينا نتكلم أخوي ماجد عن أهم الغيابات في صفوف الفريقين الكويت والقادسية. أعتقد الصفوف مكتملة باستثناء يمكن نوعا ما إصابة سلطان النزي. الكويت تكلم عن القوة الهجومية موجودة، مسجل 22 هدف عليه 4، صابر خليفة، جمعة سعيد، حمزة. نعم. الأحمر، فيصل زايد، متواجدين رباعي الخطرة والرباعي المقدمة أو رباعي اللي أمام القوة الضاربة
الفريق نادي الكويت. القادسية على نفس السياق يمكن باستثناء إصابة سلطان النزي في مركز المحور، قوة هجومية موجودة، رونالد، بدر مطوع، عبد الله ماوي تألق بالفترة الأخيرة، أحمد الضفيري، الدفاع خط الدفاع مكتمل، حارس متمكن خالد الرشيدي، أعتقد الكفة متوازنة. ما قد تحط تفضل فريق على فريق. ما تشوف الفوز أقرب لفريق عن آخر يعني؟ ما أتوقع مواجهة صعبة 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 جدا، ما حد يقدر يتوقع. أتمنى التوفيق للفريقين. ونفتح صحيفتنا الثانية مشاهدين وهي الجريدة ونقرأ من خلالها: مارين، الفوز في السوبر لا يميز الأصفر. وفي الخبر: أكد المدير الفني للفريق القادسية لكرة القدم الروماني إيوان مارين أن فوز الأصفر على الكويت في مواجهة السوبر لا يعطي لفريقه ميزة في المباراة المقررة بينهما اليوم. وقال مارين: نواجه فريقا مميزا يملك أوراقا كثيرة وهو ما ينطبق على القادسية، لذلك في المباراة متكافئة والغلبة ستكون للفريق الذي يتمكن من استغلال الفرص بالصورة السليمة. نرجع مع الأستاذ ماجد المهندي رئيس تحرير جريدة الرياضة الإلكترونية. أخوي ماجد، رأيك بداية في تصريح وتعليق الكابتن إيوان مارين مدرب نادي القادسية على مواجهته لفريق نادي الكويت وفريق السابق؟ تصريح دبلوماسي، أعتقد الفريق مؤثر. انتصارات الكويت هذه كلها تبقى عند محبين الكويت منقوصة بخسارة مع الغريم التقليدي خلال السنوات الأخيرة. نعم. القادسية وخسارة بطولة السوبر. إيوان مارين حتى على المستوى التدريبي مع محمد عبد الله، كان زميل محمد عبد الله، أعتقد قريب من نادي الكويت، عايش الوضع بنادي الكويت، حتى عايش يمكن فكرة التدريب لمحمد عبد الله. هذا اليوم إيوان مارين يحاول يلعب بالأسلحة النفسية. لا، السوبر لها تأثير كبير. نعم، السوري بطولة وانتهت، السوبر بطولة وانتهت. نعم. ولكن القادسية اليوم أعتقد يعد العدة لفريق جديد، فريق طموح، فريق أعتقد إنه قادم لتعويض خسارة السوبر. على مستوى الإدارة الفنية ما بين الكابتن إيوان مارين وكابتن محمد عبد الله مدرب نادي الكويت، من اللي تشوف قراءته الفنية خلال مباراة اليوم اللي راح تكون لها تأثير أكبر والخروج بنتيجة إيجابية لفريقه؟ صعب أن تتكلم إيوان مارين مدرب أجنبي، ولكن محمد عبد الله يملك سجل قوي، يملك بطولة خارجية، يملك بطولات دوري حال مارين. أعتقد أن الكفة متوازنة. مع كل احترام لإيوان مارين، أعتقد محمد عبد الله لا يقل عن مدرب وطني نفتخر فيه، لا يقل عن مدرب القادسية، لا يقل شأنا عن مدرب القادسية. يبقى التوفيق، يبقى قراءة المدربين الى يعني اللاعبين واللي يمكنونهم من وضع التشكيله المناسبه. اعتقد التشكيله المناسبه هي. نعم. السر اليوم. نعم، تعتقد ان المباراه هذه اخوي ماجد راح تكون مفصليه في تحديد بطل الدوري؟ لا، بطل الدوري صعب تو الناس، كره الارقام الى الان توفيق ما من مباراتين وما من قسم ثاني، ولكن نوعا ما تعطي اريحيه اذا فاز الكويت، تعطي فرص للفرق الثانيه ان نشوف للمتابعين والاعلاميين ان نشوف اذا فاز القادسيه قسم ثاني ناري ما شفناه من زمان. هتكون خمس فرق قريبة من الكويت صدارة. نعم، نكمل معك أستاذي ومشاهدينا. فنواصل صحفنا في صحفنا المحلية ونقرأ أهم ما كتب في جريدة السياسة، حيث جاء فيها: التضامن يفتقد سار والكسندر أمام العربي. أكد جمال قبندي مساعد مدرب نادي التضامن غياب الثنائي السنغالي فالو سار والبرازيل الكسندر عن مواجهة العربي في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم. يذكر أن العربي يحتل المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط، فيما وصل التضامن إلى النقطة الرابعة. ووضح القبندي أن ناديه تراجع عن الاستمرار في احتجاجه لرفع البطاقة الحمراء لسار والإنذار الثالث لإكسندر بعدما تأكد من صعوبة إلغاء قرارات حكم المباراة علي الحداد. رجعنا معكم مشاهدينا مع الأستاذ ماجد المهندي رئيس تحرير جريدة الرياضة الإلكترونية. أخوي ماجد، مدى تأثير إذا تكلمنا على مستوى نادي تضامن ولقائه القادم في الجولة السابعة مع العربي، غياب تأثر النادي بغياب المحترفين سار وكذلك البرازيلي الكسندر؟ أعتقد غياب مو ذاك التأثير، ما قدموا المستوى المأمول والمستوى اللي ساعد التضامن. نعم. التضامن فاز المباراة طافت بأقدام محليين، أعتقد المحترف السوري قاعد يقدم مستويات متميزة، تألق يوسف النيزان، تألق بعض اللاعبين المحليين. نعم. مع المحترف السوري أعتقد هو اللي نوعا ما ساعد التضامن للتخلي عن المركز الأخير للجهرة، القفز، الفوز برباعية نظيفة على فريق الشباب 4 نقاط. أعتقد مواجهة راح تكون تحرج العربي شوي، العربي نعم منتشي فايز على الجهرة في الدقيقة الأخيرة، ولكن أعتقد افتقاد النجوم هذه مو ذاك التأثير القوي اللي يقدر يقول يأثر على التضامن، ولكن التضامن إذا استمر بنفس العطاء بنفس الروح اللي شفناه مع الشباب راح يحرج العربي كثيرا. فوز التضامن في آخر مباراة أمام الشباب بنتيجة 4-0، هل راح يكون له بداية دافع أمام العربي؟ وهل لاعبين التضامن
بدأوا في فهم خطط وفكر المدرب من خلال تطبيقهم العملي على أرضية الملعب؟ لا أعتقد رادي من سنتين معهم مو ذاك، لكن أعتقد كان يحتاجون إلى فوز معنوي، فوز نفسي، فوز يعني نوعا ما يخليهم يتداركون الوضع اللي هم فيه. قدر الفريق إذا استمرت الحالة النفسية هذه أعتقد راح تأثر على فريق كبير نفسه العربي التضامن. أعتقد فوزه هذا راح يعمل شيء كبير وراح يخليه يعني نوعا ما يجاهد ويقاتل لأجل النقاط الثلاث عكس بدايات المتواضعة. قبل ما نروح لخبرنا الأخير وجريدة المحلية الأخيرة، توقعاتك لمباراة النصر والجهرة؟ النصر مختلف تماما شفناه، مباراة يعني جريحين، واحد أخذ 4 من الكويت واحد أخذ 1-0، خسر بدون مستوى، يمكن تعلق الحارس بندر سليمان منع الجهرة من خسارة فادحة أمام العربي. أعتقد فريقين جريحين، فريقين لم يقدموا المستوى ممول. فريق النصر يعني كذلك يمكن اخر 5 مرات ما سجل هدف او هدفين، ما عنده يعني مو ذاك النزعه مع النقاط الثلاث القادسيه توقعناه تعطي الفريق دافع نفسي ومعنوي تقديم الافضل، ولكن اعتقد حدث العكس، الفريق لم يقدم اي الان اي مستوى يبشر بفريق طموح، فريق شاب وفريق يضم مجموعه من لاعبين المنتخب الاولمبي. الجهره كذلك يعاني من مشكله بدايه الموسم، المواجهه السابعه اللي اتمنى انتدارك فيها الجهره وضعه. بالحديث عن نادي النصر، وإذا ما تكلمنا عن نتائج نادي النصر، فهل نتائج نادي النصر كابتن ماجد تؤهل المدرب ظاهر العدواني في الاستمرار في منصبه؟ يعني احنا قبل سنتين كنا نتكلم عن هذا الفريق وفريق طموح، فريق شبابي راح يحقق بعد مدة من الزمن يعني نتائج متقدمة فيما يخص الدوري، الكاس، كاس سمو ولي العهد او كاس صاحب السمو، ولكن الآن نشوف نتائج عكسية تماما لما كانوا يتوقع. في كرة القدم يصلون اللاعبين مرحلة تشبع، أعتقد 4 سنوات أو 5 سنوات كافية لظاهر العدواني عند اللاعبين، يعني صالح ظاهر العدواني الابتعاد من وجهة نظر خاصة. يمكن اللاعبين يقدمون شيء، قدم كل اللي عند ظاهر العدواني، بنى فريق. أعتقد الآن يحتاجون مرحلة غير ظاهر العدواني، وظاهر العدواني يحتاج فترة راحة، يمكن تدار الفترة الابتعاد فترة عن الفريق لتقديم الأفضل أو التجربة في مكان آخر. أعتقد كل ما في النصر الحين 5 سنوات تتشبع من شيء اسمه ظاهر العدواني. من وجهة نظرك مدرب محلي ولا أم أجنبي؟ أجنبي النصر. أجنبي النصر. نعم. كل التوفيق لكم. مكملين معك أستاذي مع آخر صحفنا المحلية لهذا اليوم، ستكون مع صحيفة القبس حيث جاء فيها يوسف الجاسم السالمية السعيد القهيدي. قال إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية يوسف الجاسم أن الفريق سيستعيد جهود مدافعه غازي القهيدي بعد انتهاء فترة إيقافه، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار غياب المدافع الآخر علي نادر بسبب الإصابة. وأوضح الجاسم أن الفريق على أتم الاستعداد لمواجهة الفحيحيل اليوم، مؤكدا سعي الفريق لتحقيق الانتصار ومواصلة التنافس على صدارة دوري فيفا الممتاز. السالمية أستاذ ماجد يستعيد غازي القهيدي قبل مواجهة الفحيحيل، فرأيك لقراءة المواجهة ما بين السالمية المنافس على الصدارة والفحيحيل الباحث عن نفسه إذا صحت كلمتي؟ الفحيحيل قادم من خسارة كبيرة أمام 4-0 أمام القادسية، السالمية قادم من تعادل، السالمية إذا فاز اليوم بحالة خدمة القادسية بأي نتيجة راح يتصدر ويحفظ الصدارة. السالمية إلى الآن قلت لم يقدم المستوى المطلوب. غازي القهيدي بالذات افتقاد، لا مو هذا غازي القهيدي اللي عارفه قبل 3 سنوات. اتمنى غازي القهيدي يعود لمستواه. الجهه اليسار عندنا على مستوى دوله الكويت خانه الامانه بحاجه لاعب مثل غازي القهيدي الى عاد مستواه. جهه الامانه اتمنى لاعبين مثل مستوى غازي القهيدي يعودون الى ما قبل 3 سنوات خدمه الكره الكويتيه قبل ان خدمه نادي السالميه. نادي السالميه من الان مستوى يسمونه حبه فوق حبه تحت، اصلا ما في حبه فوق. التعادل الاخير، التعادل الاخير هل كان عادل؟ عادل جدا. نعم عادل جدا، يعني عادل جدا مع كاظمة، تبادل افضليه شوط بشوط الفريقين الامانه نوعا ما. فريق كان متميز كاظمة الشوط الاول، الشوط الثاني السالميه، انت نتيجه بالتعادل 1-1 نتيجه عادل الفريقين. تمنيت ان واحد منهم يفوز على الاقتراب من الصداره حتى تكون منافسه اكثر بين 4 إلى 5 فرق. فيما يخص اشراف كابتن حمدي على السالميه حاليا، هل تشوفه موفق خلال هذه الفترة؟ لغة الأرقام موفق، اللغة الفنية إلى الآن أنا وجهة نظري لغة الأرقام موفق مدرب السالمية، رصيد الوصيف 14 نقطة، ولكن كمستوى على النجوم الموجودين بالسالمية أعتقد مو هذا المستوى. أعتقد في أفضل وفي يمكن القسم الثاني نشوف السالمية ثاني، ولكن إلى الآن بعد ست مباريات السالمية إلى الآن بس في الأرقام نهاية في ممتاز الأرقام. في الأرقام فقط. في الأرقام راح ينافس على الدوري؟ صعبة، أعتقد نفس طويل ليش لا، ولكن يحتاج انتقالات شتوية الدكة. إذا ما كان عندك دكة قوية وبديل قوي
نفس المستوى الأول من لاعبين محليين أو تغيير الأجانب قلب الدفاع هذا يعتبر مستوى متواضع إضافة إلى المحور. أعتقد لازم تكون عندك دكة قوية ونجوم قادرين بمستوى خط المقدمة. خط المقدمة ناري لكن تحتاج لاعبين مثل حجم اللاعبين هذول بالنص وبالدفاع. بالدفاع فيما يخص النفس الطويل أيضا راح نشهد أن اللقب ينحصر ما بين الكويت والقادسية. لأن يملك دكتين الفريقين يملكون 28 لاعب يتلعب أي 11 منهم راح يكملون المباراة راح يقدون بنفس مستوى الأساسي. لازم ما تحقق بطولة الدوري إلا عندك دكة تضاهي بالقوة الفريق الأساسي بالضبط. وهذا اللي افتقر أغلب الأندية باستثناء القادسية والكويت. فيما يخص فريق السالمية هل تتوقع أنه راح ينافس على بطولة كأس سيدي صاحب السمو أو كأس ولي العهد؟ هذه السالمية فريق قوي. أعتقد السالمية راح يكون منافس قوي على الثلاث بطولات حتى بطولة الدوري. إلى الآن وصيف 14 نقطة ولكن قلت يعني لك ترشح أنه يكون أرشح يكون منافس على جميع البطولات. كل الشكر للأستاذ ماجد المهندي رئيس تحرير جريدة رياضة الإلكترونية على تواجدك معنا في حلقة اليوم ما بين السطور. أثريت الحلقة وامتعتنا من خلال تحليلك وتعليقك على أهم الأخبار الرياضية في الصحافة المحلية. حبيبي شكرا بجاهز وشكرا أستاذ مشاهدي. شكرا لك أستاذي. مشاهدينا من بعد الانتهاء من جولتنا المحلية لهذا اليوم نذهب لفاصل قبل البدء باستطلاع الصحف العربية. حياكم الله من جديد مشاهدينا. وقبل التوغل في الصحف العربية دعونا نتوقف قليلا مع أبرز العناوين. نبدأ مع رياضية السعودية كلاسيكو القمة والقاع بين الهلال والاتحاد. وفي الراية القطرية السيلية والريان في صراع مثير. والدستور الأردنية عنونت الصلق يستقبل الجزيرة والأهلي بضيافة الصريح. حياكم الله من جديد مشاهدينا. وأولى صحفنا العربية ستكون هي الرياضية السعودية التي جاء فيها كلاسيكو القمة والقاع بين الهلال والاتحاد. وفي الخبر تتجه الأنظار اليوم صوب استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض والذي سيحتضن كلاسيكو ناريا يجمع الهلال بضيفه الاتحاد أو اتحاد جدة في قمة مواجهات المرحلة السابعة من دور الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وعلى عكس مواجهتهما السابقة سيكون الطموح مختلفا كليا بين الفريقين اللذين سيكون فيه الهلال طامحا لمواصلة تضييق الخناق على النصر المتصدر في حين يبحث الاتحاد عن الأمان حيث يقبع في ذيل الترتيب. وللحديث أكثر عن هذه المواجهة والقمة المرتقبة ما بين الهلال والاتحاد يسعدنا أن ينضم معنا على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ فهد الجلعودي الإعلامي الرياضي السعودي. حياك الله أخوي فهد وسعداء بالتأكيد بهذا التواصل معك في ما بين الشوطين. يا هلا فيك أخوي عزيز. عفوا ما بين السطور. بداية أستاذي نتكلم عن أهم الأجواء قبل كلاسيكو الكرة السعودية ما بين الهلال والاتحاد. طبعا الأجواء بالمملكة بدأت للكلاسيكو بين الهلال والاتحاد منذ 4 أيام أو 5 أيام. يعني شفنا المواقع الإلكترونية والإعلام السعودي والبرامج الحديث عن هذه المباراة التي ستكون محطة انظار الجماهير السعودية والخليجية. يمكن يكون المنشأة هي اليوم استثناء يعني تكون المباراة توقيتها أن الهلال في القمة والاتحاد بالقاع. هذا الأمر سينتهي فور إطلاق حكم المباراة صافرة البداية. لأن نعرف مباريات الهلال والاتحاد دائما تتسم بالندية وفريق الاتحاد الآن أمام
معضلة، يعني لازم يحقق النتيجة اليوم ليكون فوز معنوي على الفريق مثل بحجم الهلال للعودة لكسب النقاط وعودة فريق الاتحاد المنافس من جديد. نعم. فريق الهلال طبعا يحتاج النقاط والفوز اليوم أكثر من بعد من فريق الاتحاد للحصول على القمة مطاردة فريق النصر المتصدر. نعم. إذا نحن الآن أمام فريقين كلهم طامحين للحصول على 3 نقاط. نعم. هذا الشيء هذا الأمر هذا هم راح ينعكس على مستوى الفريقين في مباراة اليوم، وراح سيشاهد الجمهور كتوقعاتي مستوى فني كبير بإذن الله. نعم. طيب أستاذي إذا ما تكلمنا عن فارق النقاط والترتيب ما بين الفريقين، يعني الهلال ينافس على الصدارة والاتحاد ينافس على الهروب من ذيل الترتيب، فهل هذا الفارق سيؤثر على قوة المباراة؟ بالعكس، يعني راح أقول لك أنا منذ إطلاق حكم المباراة صفرة البداية راح ينتهي الأمر أن الهلال يعاني، الهلال بالقمة والفريق الاتحادي يعاني بالقاع، هذا الأمر سينتهي يعني خلال منذ بداية إطلاق المباراة. راح نشاهد مباراة قوية، ولن يعني حتى نشوف جدولهم بالتدريب راح يكون المستوى الفني، يعني ما راح تقول تلاحظ ان الفريق الاتحاد الان في المركز الاخير. نعم. الفريق الاتحاد سيقدم كره جميله اليوم، سيعيد هيبه فريق الاتحاد والعوده من الباب الكبير من امام فريق الهلال الكبير. نعم نعم. طيب استاذ اذا ما تكلمنا على مستوى الغيابات للفريقين، يعني الهلال بالتاكيد سيغيب عنه نجمه الاماراتي عبد الرحمن، نعم عبد الرحمن، وكذلك عمر عبد الرحمن، وكذلك عمر خريبين. تأثير هذا الغياب على الهلال وكذلك أبرز الغيابات في فريق الاتحاد؟ شوف طبعا غيابات الهلال أكثر، يعني عموري نجم حجم عموري يقيب، عمر خربين النجم السوري الكبير، اللاعب محمد بريك نجم فريق الهلال. نعم. بالفترة الأخيرة نظرا لنيلها 3 بطاقات. فريق الاتحاد ترى يعاني، عنده حسن معاذ بسبب قرار الإيقاف. نعم. بس يتفوق اليوم بمسألة الغيابات فريق الاتحاد سيعود فهد المولد ونجمه الكبير في لانوفا. نعم. من ناحية الغيابات يتفوق فريق الاتحاد على الهلال. انه يعني يكون راح يكون مكتمل اكثر من فريق الهلال الذي يعاني من الاصابات. نعم. غيابات. نعم. 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 كل الشكر للاستاذ فهد الجلعودي الاعلامي الرياضي السعودي كان معنا من الرياض. صحيفتنا الثانية ستكون مع الراية القطرية والتي عنونت السلية والريان في صراع مثير. وفي الخبر يستضيف ملعب حمد بن خليفة بالنادي الأهلي مواجهة مهمة وصعبة تجمع بين السلية والأهلي، وتقام وتقام المباراة مساء اليوم في إطار مباريات الأسبوع 10 من دوري نجوم قطر. مباراة اليوم تمثل أهمية كبيرة بين الفريقين الحليفين، حيث أن الجميع يصف سيليا بأنه الحليف الاستراتيجي للريان في البطولة، ويسعى كل فريق للانتصار بها، خاصة أنها بين صاحبي المركزين الثالث والرابع، وكلاهما يريد أن يتقدم في الجدول على حساب الآخر. وثالث صحفنا لهذا اليوم والعربية ستكون مع الدستور الأردنية التي جاء فيها السلط يستقبل الجزيرة والأهلي بضيافة الصريح. يفتتح اليوم الخميس الأسبوع 7 لدوري المحترفين لكرة القدم، حيث سيكون المتصدر الجزيرة على موعد مع اختبار صعب حينما يحل ضيفا على السلط على استاد الأمير الحسين، فيما يستضيف الصريح نظيره الأهلي على استاد الحسن. في المباراة الأولى سيكون التشويق حاضرا قياسا بالمعطيات المحيطة بالمباراة، فالجزيرة حقق العلامة الكاملة حتى الآن، ما جعله يعتلي صدارة الترتيب العام. على الطرف الآخر لم يتعرض السلط للخسارة خلال الأسابيع الماضية. ومع خبر دوري الأردن المحترفين ننهي جولتنا في الصحافة المحلية وكذلك العربية، لننتقل إلى أهم الأخبار في الصحافة العالمية من بعد هذا الفاصل. حياكم الله من جديد مشاهدينا، وجولة الصحافة العالمية نقدمها بعد هذه العناوين. بداية مع سبورت، فالفيردي آرثر لاعب حاسم.
وفي كوريري سباليتي لم نتمتع بالشجاعة أمام برشلونة. وأخيرا مع لاجازيتا إنسيني قدمنا أداء رائع. حياكم الله من جديد مشاهدينا وآخر جولاتنا الصحفية مع الصحافة العالمية، ونبدأها من صحيفة سبورت. فالفيردي آرثر لاعب حاسم. أكد مدرب برشلونة أرنستو فالفيردي أن مباراة فريقه أمام إنتر ميلان كانت مفصلية، وخاصة بعد تعادل توتنهام وأيدهوفن. وقال فالفيردي خلال تصريحات صحفية عقب الانتصار على الإنتر 2-0: كانت مباراة صعبة أمام الإنتر، ونحن سعداء بأننا حققنا 3 نقاط. وأضاف النجم البرازيلي الواعد آرثر لاعب أساسي وحاسم، واختتم تصريحاته قائلا: الآن جاء وقت التفكير بالكلاسيكو. وأبرزت كوريري ما قاله مدرب أنيرا زوري: سباليتي لم نتمتع بالشجاعة أمام برشلونة. شدد الإيطالي لوسيانو سباليتي مدرب إنتر ميلان على أحقية برشلونة بالفوز، حيث لعب بشكل قوي وسريع جدا وضغطوا على خطوطنا بقوة. وقال سباليتي: دخلنا اللقاء مترددين وأعطيناهم الكثير من المساحات. وأكمل: كنت سعيدا برؤية رافينا يلعب، ولقد أدى مباراة كبيرة وهو لاعب رائع. وتابع: لقد لعب برشلونة الكرة بشكل سريع جدا، وكان يضغط على الكرة بالوقت المناسب، ونحن بدورنا لم نملك الشجاعة للاحتفاظ بالكرة، ولقد استغلوا هذا الأمر وسيطروا على اللقاء. وأخيرا مع صحيفة اللاجازيتا والتي عنونت: إنسيني قدمنا أداء رائع. علق لورينزو إنسيني نجم نابولي الإيطالي على تعادل فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 2-2 في دوري أبطال أوروبا. وقال إنسيني: الشيء المهم أننا لم نخسر، والآن سنلعب في ملعبنا وسنحاول أن نحقق نتيجة كاملة في سان باولو، ونحن نعتبر بأن كل مباراة هي كالنهائي. وأضاف: أنشيلوتي يساعدنا في فهم الخصم بشكل ممتاز، ودعونا نتطلع إلى الأمام، فنحن نمتاز بالإيجابية. واختتم إنسيني: أن تأتي إلى هنا وتقدم هذا الأداء الرائع، هذا يعني أننا فريق رائع أيضا. ومع خبر إنسيني ولقاء نابولي وباريس سان جيرمان نختم جولتنا الصحفية من ما بين السطور لهذا اليوم مشاهدينا، على أمل أن يتجدد لقاءنا بكم إن شاء الله في حلقة الغد، وأخبار رياضية متنوعة في الصحافة المحلية العربية وكذلك العالمية. إلى ذلك الحين شكرا لكم على حسن المتابعة، طبتم وإلى اللقاء.